يا ترى شو السبب اللي بيخلي الجماعة يهاجروا بلادهم ويرحلوا لبلاد تانية؟ لازم يكون في سبب وجيه لسفرنا على الشاكلة هي. لو ما كان في سر ما كان أبو الهيبة تكتم هالتكتم كله. أكيد في سر. قولتك يا رفيق الدرب بلتقى بالحبايب ولا برجع خايب الرجا ومكسور؟ معك حق حسين. اللي قولك ليش ابو الهيبة خبى علينا انه الجماعة بزحلة وبطلوع الروح لحكا؟ والله ما بعرف. والله البي ما انا مطمن لها الروحة كلها. قولك منلاقيهم؟ لازم نلاقيهم. لازم. عارف ماني مصدق يطلع الضوء. طول بالك عمر عباس، طول بالك. ان شاء الله منلاقيه ان شاء الله. عود ريح بدنك عود. يا الله.